السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم طلاب وطلبات الصف الرابع الابتدائي في حل ملحق الباهر. معنا حضرات النهاردة تيست نمبر 5، الامتحان الخامس. Choose the correct words، اختر الإجابة الصحيحة. This mountain، هذا الجبل، is the highest mountain in the world، طب أعلى جبل في العالم. ليه خدت highest؟ دي قاعدة من الترم الأول اسمها صيغة التفضيل. أنا هنا بعمل تفضيل بين الجبل ده وكل الجبال اللي في العالم، فبختار الصفة اللي فيها EST واللي جاب ليها ذا. نمبر 2، when my friend Heba fell over the bike، لما صديقتي سقطت من الدراجة، we called the ambulance، اتصلنا بالإسعاف. نمبر 3، it's unhealthy to play، حاجة غير صحية أن تلعب إيه؟ اللي هي computer games، طبعا حاجة غير صحية إنك تلعب ألعاب الكمبيوتر. هنا هنعمل موضوع عن come to my party، تعالى الحفلة بتاعتي، تعالى كده نشوف هنكتب ايه مع بعض في الموضوع ده. اول حاجة حضرات هنكتب I، انا invite، I invite you، انا بدعوك to come to my party، حفلتي. Okay, we will play games، يعني هنلعب ألعاب. The party، الحفلة، will be، هتكون، at home، بالمنزل. On Thursday مثلا، في يوم الخميس. We will eat، أو my mom prepared delicious food، أو we will eat، يعني إحنا هناكل delicious delicious food، طعام لذيذ. Okay، ننزل حضرات على سؤال الترتيب. Who، من، ده أداة استفهام. Who comes، who comes، من يأتي، to، إلى، school، المدرسة. Who comes to school on foot، مشيا على الأقدام. Number 2، we need، نحن نحتاج، to be careful، أن نكون careful يعني حريصون، on the road، على الطريق، يبقى نحتاج إلى أن نكون حريصين على الطريق. We need to be careful on the road. Okay، نكمل مع بعض. هنا عندي باقي الامتحان في قطع حضرتك حلها مع بعض اهو. I am Reem، أنا Reem. I live in Alexandria، أنا عايشة في اسكندرية. It's weekend، عطلة نهاية الأسبوع. So my family and I، عشان كده أنا وعائلتي، went to the beach، روحنا الشاطئ. We were sad، كنا طبعا زعلانين. Because there was a lot of plastic trash، علشان كان في كمامة بلاستيك كتير. From people's houses، من منازل الناس. On the beach، على الشاطئ. I talked to my mom، تحدثت مع أمي. And she advised me to talk about the problem at school، وهي نصحتني أتكلم عن المشكلة في المدرسة. My friends and I wanted to find information about the beach clean up in different places، يعني بحثنا معلومات عن تنظيف الشواطئ. We talked to the other friends، تحدثنا مع الأصدقاء الآخرون. At school، we went to the beach، ذهبنا إلى الشاطئ. Again، and collected all plastic trash، وجمعنا كل الكمامة البلاستيك. The beach is now clean، الشاطئ دلوقتي نظيف. Sea animals، الحيوانات البحرية. And birds والطيور. Can live in better place، ممكن تعيش في مكان أفضل دلوقتي. تعال هنا نشوف الأسئلة. Reem and her family went to the beach on the weekend، راحوا في عطلة نهاية الأسبوع. Reem talked about problem at، تحدثت عن المشكلة فين؟ At school، في المدرسة. The beach is now، الشاطئ دلوقتي ايه؟ cleaner، انظف. طيب، what did Reem's mom advise her؟ مامة ريم نصحتها ايه؟
ان هي تعمل ايه اهو يا حضرات. She advised her to talk about the problem, ان هي تتكلم عن المشكلة at school, بالمدرسة او في المدرسة. What did Reem and her friends do? ريم واصدقائها عملوا ايه؟ اهو. They went to the beach and collected all plastic trash. راحوا الشاطئ وجمعوا كل القمامة البلاستيك. هنا عندي حضرات سؤال. Read and fill the gaps with words from the list. People like to travel. الناس بتحب تسافر. Some people travel by plane. بعض الناس بتسافر بالطيارة, علشان هنا مكتوب لك by air, في الهواء. Some travel by train. بعض الناس التانية بتسافر بالترين, بالقطار أو الباص, الأوتوبيس. سؤال الترقيم هنبدأ بكابيتال I, بعد كده عندي هنا China اسم بلد, هنخلي السي كابيتال وهنحط هنا full stop. In China they have electric cars, معناها في الصين عندهم سيارات كهربائية. كان مع بعض حضرات. إدارة بالقاس تعليمية. الامتحان السادس. You need to create a password. تحتاج إلى أن تنشئ رقم سري to log into the school website, عشان تخش على موقع المدرسة. Number two. We turn our phones off at night. It's healthy. We should. يجب علينا نغلق التلفون بالليل عشان دي حاجة صحية. We say sorry when we make, بنقول أسفين لما بنعمل إيه؟ mistake, خطأ. يبقى mistake هنا خطأ, ونحن نقول أو بنقول أسفين لما بنعمل mistake. Read and match, سؤال التوصيل, هنوصل مع بعض. Someone is bullying Mazin. شخص ما بيتنمر على Mazin. He should tell his parents. يجب أن يخبر والديه, بهنا لتفصيل. When two lines are next to each other but they don't meet, لما يكون في خطين جنب بعض ولكن don't meet, لما يتقابلوش, يبقى نسميها parallel lines, الخطوط المتوازية. Musical chair game, في لعبة الكراسي الموسيقية, we need chairs, يبقى هنا A وهنا B. كما بعض الحضرات, اكتب موضوع على come to my party. طيب عملنا الموضوع ده في الامتحان اللي فوق, في الامتحان اللي قبل ده تقدر ترجع له وتنقل منه الموضوع, كان هو نفس الموضوع بالضبط. هنا عندي سؤال الترتيب, هنرتب مع بعض. Be careful, هنكتب كده be careful, يعني كل حريص. When you cross the street, when عندما you cross, تعبر the street, الشارع. اوكي, حط هنا full stop, نقطة. نكمل تحت ال question number 2. What makes us special, يعني ما يجعلنا مميزون. What makes us special. ننزل على سؤال القطعة. Most people like to live near the river, معظم الناس بتحب تعيش بالقرب من النهر. But Bedouin people prefer to live in the desert, ولكن الجماعة البدو بيحب يعيشوا في الصحراء. They like to live in the open areas, بيحب يعيش في المناطق المفتوحة. They eat beans, بياكل البينز, lamb والخرفان والديتس البلح and bread والخبز. Bedouin people drink the milk of animals, بيشربوا لبن الحيوانات, like cows and camels, زي الجمال والبقر. Bedouin people live in a tent, البدو دول عايشين في خيمة. The tent is usually made of animals here, الخيمة مصنوعة من شعر الحيوان. Bedouin people are very special, الناس البدو مميزون. ليه؟ They have beautiful clothes, عندهم ملابس جميلة. Delicious foods, أطعمة لذيذة. And nice songs, وأغاني جميلة. Why are Bedouin people special, ليه الناس البدو دول مميزين؟ أهو لسه قالينا مع بعض. They have beautiful clothes, delicious food and nice songs. سؤال تاني. What do Bedouin people eat, بيأكلوا إيه الناس البدو دول؟ تعال نشوف هنا كده أهو. They eat beans, بيأكلوا الفول واللام, لحم الخرفان والديتس البلح and the bread والخبز. Okay. Read and fill the gaps with words from the list. طيب. Farmers in Egypt, الفلاحين في مصر are good, يعني جيدون.
they grow crops، هم بيزرعوا محاصيل. in their villages، في قريتهم. crops need، المحاصيل بتحتاج water، بتحتاج ماء. the high dam، السد العالي. help farmers to get water. it controls، السد العالي بيتحكم في الفيضان. it controls flooding. اوكي، سؤال التركيب هنبدأ هنا ب it، بعد كده سيناء ريجين، منطقة سيناء، وهنحط في الصب معمولة كده. خلاص عملنا التركيب. ننتقل إلى حل التست 7، الامتحان 7. if you are not on road you will have an accident، لو انت مش ايه على الطريق هتعمل حادثة، طبعا لو انت مش كيرفول حريص. يبقى هنا ناخد ايه؟ كيرفول. نمبر 2، my bedroom is، حجرة النوم بتاعتي، I can't add two beds، مش هقدر احط سريرين، يبقى هي تو سمول، صغيرة جدا. اوكي، سؤال التوصيل، read and match. you should tell your parents when someone bullies you online، يجب ان تخبر والديك لما يكون في حد بيتنمر عليك على الانترنت. we use social media، بنستخدم مواقع التواصل الاجتماعي to share ideas، عشان نشارك الافكار و and have fun، ونستمتع. number 3، you must wait for the green light before you cross the road، يجب ان تنتظر الاشارة الخضراء قبل عبور الطريق. هنقرأ هنا النص ونضع صح وخطأ. I am Hannah، انا هنا. my sister birthday is tomorrow، عيد ميلاد اختي غدا. I don't have money، ما عنديش فلوس. so I think it's better to make her a special present، عشان كده هنعمل لها هدية خاصة. my sister likes toys، اختي بتحب الالعاب. but she broke her doll، ولكن لعبتها اتكسرت. I made a new pink dress to the doll، عملت فستان بينك، لونه بينك ورد يعني للدول بتاعتها للدمية. as my sister likes pink color، لان اختي بتحب اللون البينك. I used some cotton to make the doll's hair، استخدمت بعض القطن القطن عشان اعمل شعر اللعبة. the doll looks beautiful، my sister is happy now، اللعبة شكلها كويس واختي مبسوطة دلوقتي. my sister likes sweets، طبعا هنا فولس عشان هي بتحب اللعب. the doll now has new yellow dress، طبعا هنا فولس عشان قلنا بينك. Hannah's sister is happy with her birthday present، طبعا سعيدة بهدية عيد الميلاد اللي جابتها لها. كان مع بعض الحضرات حل الأسئلة. طيب، read and fill the gaps، اقرأ واملأ الفراغات. yesterday was my father's birthday، we with a nice cake، يبقى هنا we celebrated، نحن celebrated يعني احتفلنا بتورتة جميلة. we drank juice، I took a big bite، وانا اخدت big bite، قضمة كبيرة of the cake، من التورتة. we went out to have fun، ذهبنا عشان نستمتع. we went by car، وذهبنا بالسيارة. سؤال الترتيب هنرتب مع بعض. what do you think about air pollution، هنا what اهو what، ماذا. what do you think، ماذا تعتقد او ما رأيك about، عن الـ air pollution، يعني ايه رأيك عن تلوث الهواء، وهنحط هنا question mark. Egyptians المصريين are very hospitable people، يعني الشعب المصري شعب كريم جدا. اوكي، نكمل مع بعض سؤال الترقيم. هنبدأ بسارة، هنا عند الاس هنحط فيها apostrophe، وهنا الفول ستوب، يبقى سارة's dress is beautiful، فستان سارة جميل. طيب، stop pollution، توقف الهواء. هنعمل الموضوع من أربع جمل عن توقف الهواء. أول جملة عندي هنقولها we should، يجب علينا we should stop، أن نوقف pollution، التلوث. أوكي، we can، يمكننا we can plant trees،
يمكننا أن نزرع الأشجار. أوكي، كمان we can use، كمان ممكن نستخدم solar energy، الطاقة الشمسية، علشان بتعمل تلوث أقل. أوكي، I go to school by bike. I go to school by bike. بذهب إلى المدرسة بالدراجة. Okay, we should use saving light bulbs. Oh, we should save. يجب أن نوفر electricity، الكهرباء. Okay. وبكده حضرات نكون خلصنا معاك الامتحان رقم 7. هنا قاعدة بقى أسئلة الأزهر الشريف، هنحلها مع بعض إن شاء الله في فيديو خاص بيها. وبكده نكون خلصنا معاك حل ملحق الباء كله. لو أنت ما شفتش باقي الحل هتلاقيه موجود عندك في قائمة تشغيل مراجعة كونكت فور. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.